للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني الأستاذ موسى فشار. أهلا بكم أستاذ موسى إلى استوديو الرافدين. عقدتم اليوم مؤتمركم السنوي الذي شهد كلمة لمريم رجوي قالت بأن مؤشرات التغيير وسقوط النظام الإيراني هي واضحة، وأيضا بأن النظام الإيراني سيسقط خلال سنة. ما دلالة ذلك من وجهة نظركم؟ أحييكم وحتى نسلط الضوء أكثر على ما جرى اليوم وما تفضل به السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في هذا التجمع التاريخي. في الحقيقة هذا التجمع اليوم بحضور ما يقارب يعني 100,000 من أبناء الجالية الإيرانية كان عبارة عن امتداد للانتفاضة التي تشهدها حاليا طهران العاصمة والمدن الإيرانية. ونحن خلال ليلة البارحة واليوم كانت لدينا استمرارية الانتفاضة في مدينة خرمشهر محمر في ولاية في محافظة الأحواز. الأهمية وما أكد عليه هو الآن وبعد الانتفاضة التي أجل نظام إيراني في إحماده، هذا النظام الذي تعامل بالنار والحديد منذ 40 عاما أصبح عاجزا من إخماد الانتفاضة، لأن هذا النظام ليس لديه حلول اقتصادية، وبعدين فقد بشكل كامل ثقة الشعب، ولذلك عجز النظام عن إخماد الانتفاضة والانتفاضة في طور كبير. إضافة إلى ذلك باستمرارية الانتفاضة طرح موضوع البديل لنظام الحكم. لذلك إن مؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية هذا العام إضافة إلى أنه كان اللسان الناطق كان ناطقا باللسان الانتفاضة في إيران في وقت نفسه كان منبرا للإعلان عن البديل الديمقراطي للنظام الإيراني الحاكم، وبرنامج هذا البديل الديمقراطي وللخارج وخاصة علاقاته الإقليمية رجوي مع الجوار العربي. نعم، رجوي أكدت أنه يجب منع النظام الإيراني من دعم الإرهاب وتصدير الإرهاب. ما السبل التي ستعتمد من أجل تحقيق ذلك؟ كما تعرفون أن النظام الإيراني منذ بدايته تبنى استراتيجية سميت بتصدير بين القوسين تصدير الثورة، والحقيقة كانت تصدير التطرف الديني والإرهاب. ولذلك عمل النظام الإيراني على تمويل والتسليح والتدريب والتنظيم الميليشيات الطائفية التابعة له في العراق وسوريا ولبنان والحوثيين في اليمن وغيره. هذا الأمر كان ضروريا استراتيجيا لاحتفاظ بنظامه الجائر الحكم في إيران. من دون وجود مثل هذا التدخل والحروب الخارجية كان على النظام الإيراني أن يواجه معركة كبرى بينه وبين الشعب الإيراني. ولذلك وهروبا من هذه المعركة الكبرى توصل إلى هذا يعني إثارة الفتن وإثارة الفتن والحروب وتعجيج الحروب الإقليمية. الآن الأوضاع اختلفت، هناك تصدي إقليمي بعد عاصفة الحزم، والآن تصدي من قبل شعوب المنطقة لتدخلات النظام الإيراني، وكذلك أيضا هناك سياسة جديدة للمجتمع الدولي للتصدي لهذا النظام وإخراجه. وصلت الفكرة أستاذ موسى. وصلت الفكرة أستاذ موسى فشار. نعم، بسطت الفكرة أستاذ موسى فشار عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس
الوطني الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.